واحنا يا جماعه الليله بنشوف وبنسمع انتشار ونتالم من انتشار الذنوب والمعاصي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في مسند الإمام أحمد وفي السلسلة الصحيحة من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. قال لك لو انت بتقع في ذنوب ومعاصي والله سبحانه وتعالى بدل يبتليك ويمتحنك بالمصائب عشان يكفر عنك السيئات، لا ما يبتليك بمصائب، يديك النعم، انت بتعصي فيه وهو بينعم عليك. قال لك ده موضوع خطير، اعمل حسابك. كان انت بتعصي في الله وهو بينعم عليك، قال لك ده استدراج. إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. موضوع خطير، بعدين تموت سوء خاتمة ولا تتعذب بعد الموت وانت في الدنيا كنت منعم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. والسبب شنو؟ إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. الترف وأن تفتح عليك الدنيا وأنت على المعاصي بل على الكفر، وكانوا يصرون على الحنث العظيم. والليلة المعاصي منتشرة،